بكم. في أزمة أوكرانيا وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية، حيث قال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي اليوم إنه سيتم نشر 2000 جندي أمريكي في بولندا وبضعة آلاف في دول جنوب شرق أوروبا، وهي خطوة وصفها البنتاغون بالدفاعية وبغير التصعيدية. كما قال أيضا إن هنالك 8500 جندي مستعدون للتحرك إذا ما اقتضت الحاجة لذلك. Poland and Germany. I want to be very clear about something. These are not permanent moves. They are moves designed to respond to the current security environment. Moreover, these forces are not going to fight in Ukraine. هي تحركات مؤقتة وليست دائمة تهدف إلى طمأنة حلفاء الناتو حسب ما صرح الناطق الرسمي باسم البنتاغون اليوم بعد إعلانه عن نشر 2000 جندي أمريكي في رومانيا والذين سينضمون إلى 900 جندي موجودين أصلا هناك، إضافة إلى 2000 جندي في بولندا في الأيام المقبلة، موضحا أنه انتشار دفاعي وغير تصعيدي حسب تعبيره، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود 8500 جندي مستعدين للتحرك وقت الحاجة، مذكرا أن الناتو ليس لديه القدرة على استخدام حق النقض الفيتو بخصوص انتشار القوات في الولايات المتحدة، ومعيدا إلى الأذهان سيناريو التاريخ الأمريكي في اتخاذ القرارات المنفردة المتهورة حسب ما يرى مراقبون. All of these forces are separate and in addition to the 8,500 personnel in the United States on heightened alert posture that I announced last week. Those 8,500 are not currently being deployed but remain ready to move if called for the NATO response force or as needed for other contingencies as directed by the Secretary or by President Biden. من جانبه اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الناتو بالخداع وبنكس وعوده بعدم التوسع شرق أوروبا، واتهم واشنطن بالتجاهل مخاوف بلاده الأمنية وباستخدام أوكرانيا أداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح. وقال مجلس الدوما إن قرار نشر القوات هذا من شأنه تقويض عمليات التفاوض ودفع موسكو لاتخاذ قرار صارم ومتهور، لكن بوتين لم يتطرق في الوقت ذاته لعشرات آلاف الجنود الروس المنتشرين قرب الحدود الأوكرانية منذ أسابيع. وفي سياق التحركات العسكرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء تدريبات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا، وذكرت أن التدريبات تركز على أساليب قتالية مختلفة مع القوات البيلاروسية لتحقيق مستوى عال من الاستعداد للعمل العسكري المشترك. وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد أكد في وقت سابق أن بلاده ستخوض الحرب إلى جانب روسيا عند وقوع عدوان على أراضيها أو على الأراضي الروسية وفق تعبيره. وأظهرت صور الأقمار الصناعية القوات العسكرية المنتشرة في عدة مواقع في غرب روسيا وبيلاروسيا والقرم بالقرب من الحدود الأوكرانية. This offensive is going to be enormous. So there's no real way to kind of limit, have high confidence in limiting the scope of this after shots are fired. We see some of that seepage already with this tripartite agreement and European countries offering military assistance to Ukraine. We already see the world moving in that direction. وحث كبير خبراء أوكرانيا السابقين في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين على زيادة الضغط على روسيا حتى في الوقت الذي رسم فيه صورة قاتمة لغزو روسي محتمل لأوكرانيا، واصفا حجم الهجوم في حال حصوله بأنه سيكون كارثيا. في غضون ذلك ما زالت أوكرانيا تدعو للحوار الدبلوماسي وتدعو الحلفاء الغربيين إلى التراجع عن التصعيد، وفي الوقت نفسه تجري أوكرانيا مناورات عسكرية لاختبار مدى قدرة جيشها على صد أي هجوم روسي محتمل. وتناولت الصحف الغربية الأزمة الأوكرانية اليوم، ففي صحيفة التايمز البريطانية رأى الكاتب أن ما يعطي أفضلية لروسيا في المواجهة مع أوكرانيا هو قدرة جيشها على تقديم حلول إبداعية وإن كانت قاسية. وفي صحيفة التلغراف مقال افتتاحي بعنوان على الغرب مواصلة الضغط،
وقالت إنه من غير الواضح ما إذا كان بوتين سيغزو أم لا، ولكن تجاهل قرع طبول الحرب سيجعل الزعيم الروسي يعتقد أنه دليل على الضعف الغربي. وفي مقال في صحيفة واشنطن بوست، هناك حل واضح للخروج من الأزمة الأوكرانية، وهو بالعودة لاتفاقية مينسك الثانية التي أبرمت في فبراير شباط عام 2015 بين روسيا وأوكرانيا. واختتمت الكاتبة مقالها بالقول: بينما يقف الغرب على أعتاب أسوأ مواجهة أمريكية روسية منذ عقود، فربما يكون هذا هو الوقت المناسب لأن تنضم الولايات المتحدة إلى حلفائها وصولا إلى تسوية قد تؤدي إلى سلام مستقر.